طبعا. عايز اسالك كمان عن محمد كوناتيه اللاعب البوركيني، في انباء انه الاهلي المصري يفاوضه في الوقت الحالي المهاجم البوركيني، رايك ايه في هذا اللاعب؟ طبعا ده هيبقى مكسب كبير جدا، هيبقى مكسب. ده لاعب قوي جدا، لما يخش فريق كبير زي القطبين الاهلي والزمالك هيأدي بشكل كويس جدا. فهو دلوقتي بيلعب في روسيا، وانا ما اعرفش هو هيكمل ولا لا، ولا هيرجع للاهلي او يخش الزمالك. انا مش هقدر اتكلم في الحته دي، فاحنا دلوقتي بنتكلم ان احنا هنفوكس اكتر، هنركز في اللعب مع مصر واستراليوم. عظيم. انتوا هتوصلوا مصر ان شاء الله بعد بكره؟ ان شاء الله we are having ان شاء الله هنوصل بعد بكره. in my country, my dad country, ام الدنيا. هرجع مصر ام الدنيا بعد بكره. قبل ما تمشي من مصر، كنت سمعتك في كذا لقاء بتتكلم بالمصري بشكل رائع جدا، ما زلت حافظ بعض الكلمات ولا نسيت؟ Who told you that? I'm just trying. I'm just انا trying, you بحاول know. انا بحاول. انت مين قال لك الكلام ده؟ انا بحاول، انا I'm بس just مجرد trying, you بحاول know. يعني. So I'm not bad. I'm not انا bad. مش وحش Yeah, في I can العربي speak طبعا، also زي ما Egyptian انا language. Yeah. يعني انا بحب اللغة المصرية، فانا بحب اتكلمها. ايوه. زي ايه يعني؟ مين كان بيعلمك وانت موجود في مصر من زمايلك؟ Nobody teach me because you know ما حدش كان I can read بيعلمني، in Arabic. I لان read انا in ما Arabic. بعرفش، ما بعرفش So I got also اقرا also in عربي. school. I played Qatar before ولعبت Egypt. في قطر قبل But you مصر، know when I reached Egypt يعني you know بحاول ان انا اجمع I كلمه من stayed هنا long ومن in هنا. Egypt. 16 years. بالشبه يعني، 16 years in Egypt is not و16 سنه 16 في days. مصر So مش 16 16 years يوم. no فطبعا انت فاهم intelligence. يعني ايه 16 So سنه في مصر، ان انا and لازم I learn اتعلم. also I read in Arabic and I'm وبحاول Muslim. ان انا دلوقتي So اقرا عربي، of وانا course كمان مسلم الحمد لله. I have to learn فطبعا more. لازم ان انا اتعلم اكتر، لاني خلاص انا دي بقت يعني بلدي الثالثه. ايه اكتر لحظة تفتكرها ليك في مصر كانت لحظة سعيدة بالنسبة لك، او وقت سعيد بالنسبة لك، او افضل موسم ليك في مصر بشكل عام؟ Of course, you know, first thing اول حاجة is the fans, you know, the fans. And الجمهور. I'm so glad because, الجمهور you know, لغاية Egyptian, النهاردة as you said in the لو beginning, سألت اي حد على محمد Egyptian, كوفي كل الناس you know, فاكراني بالخير. they took me like their son, you know, كل they love المصريين me. خدوني كأني So ابنهم، حبوني، they have to know that we اتعاملوا good معايا and كأني love واحد them. منهم، وأنا I love بحبهم them a جدا، lot. وهو ده اللي Even مخليني حابب now, 3 years المكان now, وحابب البلد. I'm moving from Egypt. I was in France, you know, وأنا لما to مشيت do من some مصر of رحت my job, فرنسا you know. عشان But خاطر أشوف شغلي. I still have Egypt in my heart. Even national وما team when they زلت play, لغاية I دلوقتي support them, أنا بره، لكن you أنا know, مصر في and I قلبي، follow my ومش teams, هنساها، you ومش هنسى know. Of الشعب course, طبعا المصري، I'm Zamalkawi, you know. ولا I'm هنسى الجمهور. Zamalkawi, but وطبعا أنا I love زملكاوي quality. وبحب If الزمالك Ali play, جدا، I'm very وانا happy. When بحب Ali won the المصريين game كلهم، against حتى لو الاهلي لعب ضد Al-Taraji اي Tunis, you فريق know, I was مصري very او happy. غير And مصري I was زي more الترجي. happy also يعني when Zamalek انا won من against كتر ما انا Japan, كنت حاسس ان انا you know. مصري لما So الاهلي really, كان I بيلعب love Egypt. الترجي And كنت بشجع you know, الاهلي من قلبي، outside وكنت متعصب، they used to call me the Egyptian, والناس you know, عماله تقول because لي انت I مصري speak انت Egyptian مصري، language. والناس And فاكراني also مصري، I عشان play حتى a lot وانا in قاعد Egypt. بشجع بقول And when I talk بعض about Arabian الكلمات country, I كده always talk about بالعربي. Egypt. Even ولما I بروح talk في about اي the مكان players in حتى لو Africa, رحت I اي always بلد talk about عربيه Egypt. بتكلم دايما Because عن مصر، Egyptians have to know that وانا مش as they هنسى love me, I وانا love مش them هنسى more. مش هنسى مصر، And I ولا still هنسى love them جمهوري في also. مصر. انا بحبهم زي ما بيحبوني، وبحبهم اكتر ما هم بيحبوني. لما هتقابل الكابتن حسام حسن يوم المباراه، يوم مباراه منتخب مصر ومنتخب بوركينا فاسو، هتقول له ايه بالعربي؟ Really. ألف مبروك عليك يا عميد. أنا عميد. مبسوط جدا والله. أنت مسك دلوقتي منتخب مصري. إن شاء الله التوفيق لك إن شاء الله. ان شاء الله باذن الله. محمد كوفي نجم منتخب بوركينا فاسو السابق ونادي الزمالك والمصري البورسعيدي، المدير الحالي لمنتخب بوركينا فاسو، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء.